هذا وشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع النساء البرلمانيات السياسيات للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد سعادة السيد طلال محمد المناع عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية أن الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن جلالة الملك المعظم يتجلى من خلال تنامي مشاركتها في العمل السياسي وصناعة القرار وإسهاماتها الفاعلة في التنمية الوطنية الشاملة منوها بمستوى الدعم المقدم للمراه من قبل الحكومه برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما اشار المناعي الى المبادرات التي يطلع بها المجلس الاعلى للمراه برئاسه سمو قرينه عاهل البلاد المعظم رئيسه المجلس الاعلى للمراه والتي اسهمت من خلال العديد من الخطط والبرامج بتحقيق المكانه المرموقه للمراه البحرينيه